خمس سنين. خمس سنين منذ الرواية الثانية ليه شيكاغو. ودي نادي السيارات بتصدر في 2013، أول رواية لحضرتك بعد الثورة، أول رواية نقدر نقول إن هي تاريخية شوية، بتدور في فترة ما قبل ثورة يوليو كمان، مش في التسعينات زي يعقوبيان ولا في الفترة القريبة زي شيكاغو. أنا ببارك لحضرتك أولاً على الرواية. أشكرك، الله يبارك فيك، أشكرك جداً. وأنا بيبقى عندي مشروعات، فمشروع الرواية ده يعني كان موجود مثلاً مع عمارة يعقوبيان، يعني مشروعات بتبقى قديمة، واخد بال حضرتك؟ وبعدين يعني أنا اتعلمت يعني طريقة بتاعتي يعني طبعاً، ولكن هي في أدباء في العالم بيعملوها، وهي إن أنا بيبقى عندي فايل للرواية المزمع كتابتها يعني. وبعدين ببتدي اغزل فايل بمعلومات وتصور للشخصيات، لغايه في لحظه من اللحظات انت بتحس ان انت ان الروايه خلاص، المشروع ده انت حاسس ان انت هتكتبه. الروايه ما بتبقاش بس خيال، بتبقى حاجه اسمها البحث الروائي او النوفل ريسيرش. مثلا في الروايه دي انا عملت النوفل ريسيرش على تاريخ السيارات، على كارل بنز ده اللي هو المخترع الذي اخترع لاول مره سياره بثلاث عجلات، لان اللي اخترع الاربع عجلات ده واحد الماني تاني. عملت قرات قراءات مكثفه على الملك فاروق، رغم ان ظهوره في الروايه ما هوش اساسي، انما الموضوع بيدور في موضوع الملك فاروق. ده ما يسمى البحث الروائي، عشان لما تيجي تكتب يبقى عندك الخلفيه تكون صحيحه. لما بتيجي تعمل تماس مع احداث تاريخيه، المستقر في الادب العالمي هو ان التاريخ اللي هو ما حدث فعلا بيعطيك اطار، وانت بتكتب داخل هذا الاطار، بتتخيل شخصيات ودراما داخل الاطار، بس ما تكسرش الاطار. ازاي؟ انه مثلا الملك فاروق كان بيلعب امور فعلا في نادي السيارات. الملك فاروق كان له عشيقات وله قواد مخصوص ايطالي، واخد بال؟ كل ده تاريخ. ما اقدرش اقول مثلا الملك فاروق مثلا مات مقتول بالرصاص، يبقى انت كده عملت مخالفه للتاريخ. انما التاريخ بيبقى عباره عن الاطار نفسه. الروايه بتاخد مني في العموم 3 4 سنين، عشان كده انا بقول خمس سنين، لان في سنه انا انقطعت فيها عشان الثوره. من 2011 ل 2012 انا لم اكتب حرفا، انما هي الروايه خدت اربع سنوات من العمل. رحت طبعا في البحث ده، انا رحت بعد ما جبت المعلومات على كارل بنز، رحت متحف كارل بنز اللي هو في المانيا عشان اتاكد من معلوماتي، برضو كل المعلومات الخاصه بالحاجات التاريخيه، بالإضافة بقى للشخصيات، يعني بالإضافة للشخصيات اللي هي كتيرة، يعني دي أكبر رواية أنا أنجزتها من ناحية الحاجة. يعني أصل في جزء برضو عضوي في موضوع كتابة الرواية، يعني زي يعني أنت بتكتب رواية زي ما بتقع في 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 الحب. يعني أنت ليه بتحب البنت دي اللي هي بتشتغل معاك مثلا في الجورنان، ومش البنت التانية ولا التالتة، مع إن ممكن يبقوا أحلى منها مثلا؟ ما بتعرفش. ففي نشاط انساني بيبقى علاقته بالطبيعه اكتر من علاقته بالقانون، يعني ما بتقدرش تفهمه 100%. منه مثلا علاقات الحب، منه الثوره نفسها. ليه الثوره بتحصل؟ ليه فجاه الناس اللي كانت بتخاف لما بتلاقي بتشوف العسكري بتطلع قدام المدرعه وما بيهمهاش؟ ما هو ده برضه نفس الموضوع. ليه انت بتحب عايز تكتب الروايه دي مش الروايات التانيه؟ فده في جزء بيبقى، او هو الجزء الاهم فيه هو الاحساس. اعمل ايه؟ ببتدي اعمل فايلات للشخصيات، والشخصيات دي ببتدي اتخيل كل جزء فيها، يعني مثلا شكله، هدومه، لو بيدخن نوع السجاير ايه، يعني انا لا ابالغ، يعني نوع السجاير ايه، الست المكياج بتاعها عامله ايه. طبعا انا يعني الروائي يجب ان يقرا كل شيء، لان هو بيصنع عالما، فانا هتندهش من ان انا عندي خبره جامده جدا في موضوع المكياج مثلا، واخد بالك؟ انه ايه هو كريم الاساس وايه الحاجات ليه، لان ده بينفعك وانت بتعمل الشخصيات النسائيه، بينفع بشكل عام. ولا لا، انا بالنسبه لي ما بينفعنيش، هو بس بينفع لان مثلا كان عندي في شيكاغو شيماء دي وقعت في الحب فبتعمل مكياج،
فالمكياج بتاعها دي جايه من طمطم من الريف، مش هتعمل مكياج بقى ايف سان لوران ولا كده. فعملت كحل بلدي، فكان لازم اعرف يعني ايه كحل بلدي، واخد بالك؟ لما في لحظه من اللحظات بتحس ان الشخصيات انت مصدقها، انت ككاتب مصدقها، هي موجوده بس انت مش شايفها، بس انت حاسس انها حقيقيه، دي بتكون لحظه بدايتك. احنا كلنا لابد ان نقدم لهذه الثوره، كل واحد على قد طريقته، ومهما كنت قدمت لهذه الثوره فما قدمته اقل بكثير جدا من الذين قدموا حياتهم وعيونهم واشياء كثيره يعني، فلا يمكن انها تكون عطلتني، انما هي في القطع افادتني، لانه في كما تعلم في الـ 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 الروايه في معضله الثوره، يعني في معضله الثوره، فانا عشت هذه المعضله، وبالتالي لما جيت اعبر عنها اللي هي في الجزء الثاني من الروايه، كنت انا كانت الروايه بالنسبه لي واضحه جدا. التحدي الاساسي بالنسبه لهذه الروايه، وربما يكون ده من اللي شجعني عليها، هو ان انا مقتنع انك انت لو اقتطعت اي زمان ومكان وكتبت روايه هتثير نفس الاسئله اللي انت عايش فيها دلوقتي، واخد بالك؟ وبالتالي هتجد ان فكره معضله الثوره والسؤال الانساني، يعني ليه ما بيثورش الناس كلهم، وليه ناس بتثور، واخد بالك؟ وفي ناس تانية لا تستجيب للثورة ولا تحتاج الثورة ولا تستحقها حقيقة، يعني لا تستحق تضحية الثورة إطلاقا، واخد بال حضرتك؟ فالموضوع ده، هذا السؤال مطروح الآن 28 يناير 2011، هو جمعة الوطن، أنا شفت واحد بيموت جنبي يعني بالكتير 21 22 سنة، كانوا بيتربوا قناصة وهي رصاصة واحدة وشلناه، واخد بالك؟ تقدر تقول إنه اللحظة دي انا اتغيرت فيها تماما، دي بقى هتاثر بعد كده في اصراري على مطالب الثوره، هتاثر في ان انا بحاول ارفض اي نوع من التواطؤ ضد الثوره المصريه، هتاثر في مقابلتي مع احمد شفيق، لان انت بقى ايه، انت مش سمعت يا عيني ان في ناس ماتت، لا ده واحد مات على كتفك تقريبا، وبعدين سيطرت عليا هواجس، لان احنا مش عارفين القناصه بيختاروا على قد ايه، انا سيطرت عليا هواجس قد تكون حقيقيه او غير حقيقيه، ان انا اللي كنت مقصود، فاصبحت بقى عندي شعور مضاعف، شعور يعني بالذنب الى حد ما، واخد بقى، او الى حد يعني انا يعني الموضوع اثر فيا جدا جدا، وعشان كده دايما بقول ان الذي عاش الثوره فعلا يظل مخلصا لها، يعني مش ممكن الثوره دي بتعمل لك ولاء للثوره لو عشتها، لو عشتها مش لو تعاطفت معاها ولا لو اتفرجت عليها في التلفزيون، ولا يمكن ان تقبل اطلاقا الا بتحقيق اهداف هذه الثوره، فتظل دايما فكره المعنى امام الماده، او المعنى امام المصلحه، او المصلحه امام المبدا، او الكرامه امام العيش، يعني الصراعات الانسانيه المعتاده، والثوره في هذا السياق. الفكره هنا هتظل الفكرة دي أظن إنها موجودة في الرواية كلها، لأنك لما تشوف علاقة الخدم بالكو، الكو هو بيوفر لهم حياة آمنة يعني، ويستبد بهم ما شاء له الاستبداد، وما فيش حاجة اسمها كرامة، بس انتوا بتاكلوا وبتشربوا، انا جبتكم الصعيد، واللي متجوز هيصرف على عياله وكل حاجة، جزء من الذي يعني جزء، والكلام ده يعني للاسف ان هو ما يصلح لفهم الثوره المصريه، ان جزء من اللي موجودين قرروا ان هم ينحازوا للمعنى، فورطوا الباقيين في دفعه نحو المجهول، يعني هنا الفكره ان ليه الناس بتقول ان الثوره بيقوم بيها 10 او 12% كفيل للتغيير، لان الباقيين ما بيبقوش على موجه هذه الثوره، ناس طيبين واهلنا وكل حاجه، ولكن الحقيقه لا يفهمون هذه الثوره ولا يحتاجون اليها، يعني بمعنى هو محتاج اليها بس ما عندوش استعداد انه يدفع ثمنها، واخد بالك؟ فحدث ما حدث في الروايه الذي هو يعني لدهشتي انا شخصيا يعني يشبه تماما ما يحدث الان، يعني انا والله ما كان قصدي خالص، انا بس تابعت الشخصيات، فوجدت انه لما خلصت الروايه وقعدت اتامل لقيت الله، ده الوضع ده بالظبط اللي بيحصل دلوقتي، يعني هو بالمسطره هو ما يحدث في مصر الان، انك انت
اتقلب عليك الناس اللي انت اصلا غامرت بكل شيء وقدمت تضحيات من اجلهم. هما مش فاهمينك ومش عايزينك، لانه الطبيعي ان الانسان مش بطل. الطبيعي ان انا هو فرانكو حكم اسبانيا 40 سنه ليه؟ واخد بالك؟ لانه اذا خيرت في العالم كله بين امنك وخبز اطفالك وبين الحريه، في الغالب هتستغنى عن الحريه. بيجي وقت من الاوقات بتحصل زي اللي حصل عندنا كده، الجزء الاكثر وعيا في الشعب، يعني الذي صنع هذه الثوره هم 20 مليون، هم الاكثر وعيا وشجاعه ونبلا. نبلا لانه هو في معظم او الناس كتيره خصوصا الشبان، هو قرر انه يعمل حل جماعي وكان قدامه حل فردي. الشبان المصريون بقالهم 30 سنه بيروحوا القنصليات، بيروح القنصليات السعوديه قطر بتاع، ويشتغل ايه في الكويت عند كفيل، ويتحمل في الغالب اهانات وكده عشان يرجع يعيش الطبقه المتوسطه الرفيعه، يعني اللي هي الابر ميدل كلاس، يبقى عنده بقى يعني حاجه في الساحل الشمالي او كلام. في جيل قرر انه مش عايز حلول فرديه، عايز حل جماعي. انا عايز حل في بلدي بقى، مش موضوع بقى ان انا اروح عند الكفيل وانا ارجع بمليون جنيه، لا انا عايز. والجيل ده هو اللي دفع الحقيقه الثمن، وهو الاكثر وعيا فعلا، واخد بالك؟ وده موجود برضو في الروايه. بقيه الناس هم يا اما مرتبطين بالنظام السابق، يا اما فاسدون صغار، ودول ما نقللش منهم ابدا، لانه لو بنتكلم على مصر يعني هم الوقود بتاع الفساد. انت لما بتتكلم على الفساد بتتكلم على رموز الحزب الوطني، لا ده غير كافي. الشارع المصري مليء بشبكات فساد صغيره، واخد بالك؟ يعني المخبر او فرد الشرطه اللي بياخد رشاوي مثلا، او الدكتور اللي هو ما بيعالجش الناس غير في فتره العلاج الاقتصادي عشان ياخد فلوس، او ما بيعالجش الناس خالص في التامين الصحي عشان يقول له العياده، كل دول فاسدين. الناس دي الناس الثوره، يعني الثوره بالنسبه لهم بتورطهم، انت بتزقهم في منطقه هو خسر اللي كان بيدر عليه الفساد، وفي نفس الوقت هو بيكرهك، انت ورطته. هتلاقي ده في الروايه، انت مع الفرق طبعا ان دي في الاربعينات وبتاع. وبعدين في مجموعه من الناس، وده طبعا قطاع الاعراض، مش بالضروره فاسدين، ولكن وعيهم ليس وعي الثوره. يعني فكره انه ايه يا عم، عايزين اللي انت بتسمعه في الشارع دلوقتي، على الاقل كنا في مبارك كنا بنبقى كويسين. هو عمل ايه؟ كان بيسرق. طب ما هو لازم يسرق، ما هو ده وعي بقى. هنا القطاع ده ما هوش فاسد، القطاع ده كان بيكره مبارك في وقت من الاوقات، بس هو ما عاش الثوره، هو تعاطف معاها على اساس انها سريعه النتائج. الروائي يفقد صلاحياته بنشر الروايه. انا ما اقدرش بقى اشرح لك حاجه، انا بقول لك البواعث اللي خليتني اكتب، انما القراءات الى ما ترمز هذه الروايه او الى ما ترمز هذه الشخصيه هي ليست من حقك، هو من حقك طبعا. انما انا بقول لك انه الـ 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 الاسئله يعني الاسئله المطروحه الان في مصر، وده لعلمك ادهشني انا شخصيا بعد ما خلصت الروايه، لان لقيت الاسئله هي يعني الناس بتقول له طب احنا كنا بنضرب مش كده، بس كان عندنا امان. دلوقتي بقت فوضى، نفس الكلام تقريبا.